قالوا اسبوعين. عنده حاله نفسيه ماشي لوحده وعنده امتحانات، وبقول له يا ريت ترجع يا اسلام، ارجع لامك، امك قلبها لك الدنيا، ارجع لها عشان خاطر النبي، ترجع لها ربنا يهديك وترجع لها يا رب. ويا ريت اي حد من اهل الخير يشوفه يرجعه. تليفونك ثاني بقى يا ماما. تليفون مامته 00 17 4 300 5 7 اخر حاجه 2 7 2 7. يا ريت والنبي اي حد يرجعه، لا اما لخالته لا اما لمامته. وجده اصلا والله يا اسلام جدك وستك ليل ونهار بيعيطوا عليك، يا ريت ترجع لهم. شكرا شكرا.